وللحديث عن قصف ميليشيات الحوثي منشآت اقتصادية ومدنية في السعودية بطائرات مسيرة، معنا من مكة المكرمة الأكاديمي والباحث السياسي السعودي السيد عبد الحفيظ المحبوب، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين. ماذا يعني اتساع هذه الهجمات على منشآت الطاقة والنفط وغيرها في هذا التوقيت؟ لا شك يعني بعد دعوة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية يعني استضافة منظمة التعاون الخليجي لمحادثات سلام بين الأطراف اليمنية كافة تحت طبعا يافطة منظمة التعاون الخليجي وليس رياض. رغم ذلك انقسم الحوثيون، يعني وزارة الخارجية في ميليشيات الحوثي رحبت بهذا القرار وهذه المبادرة، إلا أنها يعني اعتبرت أن الرياض غير محايدة وتطلب يعني مقر آخر كمسقط أو أي موقع آخر، لكن المملكة العربية السعودية اعتبرت أن المقر هو الوحيد ولا يوجد مقر آخر. ولذلك يعني هناك في انقسام بين الحوثيين، هناك حوثيين تماما رافضين المبادرة بشكل يعني كامل، وهذا لا ينفصل حقيقة عن ملفات المنطقة، الملف الإيراني الذي يعني الآن عين الولايات المتحدة على النفط الإيراني والغاز الإيراني، خصوصا في زمن أزمة الحرب الأوكرانية الروسية، وأيضا يعني صمود المملكة العربية السعودية في تمسكها باتفاق أوبك بلاس وأنها لا تنقض اتفاقياتها في ظل هذه الظروف. الحقيقة رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، وسبقا تم رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب، وإن كان بسبب الضغط السعودي مجلس الأمن عاد الحوثيين إلى قائمة الإرهاب. هناك ملفات حقيقة متشابكة جدا، ورغم ذلك يعني مجلس الأمن مجلس التعاون الخليجي قال لمن المحادثات ستحصل لمن حضر، وهذا نعم. يعني سواء حضر الحوثيين أو لم يحضر الحوثيين يعني المحادثات ستجرى في 27 لكن أستاذ عبد الحفيظ نعم، لكن الحوثيين هم فاعل أساسي في اليمن، وحضورهم يعني أنه قد يحصل نوع من النقاش أو الاتفاق بشكل أو بآخر أو المحادثات والمفاوضات للوصول إلى اتفاق ما حول مسألة إيقاف الحرب من ناحية، أو إيقاف الهجمات التي تقوم بها الميليشيات، أو حتى شكل الدولة والحكومة داخل اليمن. وصحيح كلامك، ولكن لا يزال الملف اليمني مرتبط بالملف الإيراني. لا شك يعني المحادثات بين المملكة العربية السعودية وإيران توقفت من جانب إيران بعدما كانت طبعا المملكة العربية السعودية أعدمت الجواسيس الإيرانيين، لأن يعني إيران كانت تود مقايضة هؤلاء الجواسيس، والمملكة العربية السعودية ترفض، بل إن إيران أوقفت هذه المحادثات لأن المملكة العربية السعودية طالبتها بالخروج من العراق وسوريا ولبنان واليمن، بينما إيران تود اولا فتح القنصليات في السعوديه في المملكه العربيه السعوديه ترفض فتح القنصليات قبل تحقيق هذه المطالب. ولذلك الملف اليمني لا يمكن خروجه عن الملف بمعنى اخر فان الرياض تتفاوض مع طهران وليس مع الحوثيين وتنتظر اجابه منهم، وبالتالي لا المملكه العربيه السعوديه، انا اقول الملفات مترابطه، ولكن المملكة العربية السعودية بالعكس تود أن تفصل الملف اليمني عن الملف الإيراني، وتحاول تقنع الحوثيين بأنهم هم يمنيين يعني وليس فرس وليس تابعين لإيران. بالعكس يتود أن تفصل الحوثيين عن الحرس الثوري الإيراني، بالعكس تعرض عليهم يعني اشياء احيانا
من أجل أن يعني تشجعهم على الحضور إلى طاولة المفاوضات. ويعني هناك حقيقة في هل يمكن المراهنة أستاذ عبد الحفيظ على الانقسام الذي تفضلت بالحديث عنه في البداية بين هذه الميليشيا بين قيادتها، الانقسام تجاه المشاركة أو عدم المشاركة في هذه المحادثات، هل يمكن الرهان حقيقة على اختراق الموقف الحوثي؟ هذا ما يدور الآن الحقيقة، ما يدور الآن أنه هو يعني في هناك طبعا جهود حقيقة من وراء الستار تبذل حثيثة جدا لإنهاء الأزمة اليمنية، لكن الأزمة كما قلت لك الأزمة اليمنية لا تودي إيران إنهاءها، لأن هي ملف في يدينها للضغط على الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تود الحقيقة أن تنتهي أزمة اليمن بأسرع وقت ممكن، لأنها جرح غائر وبيسبب حقيقة مشكلة بينها وبين المملكة العربية السعودية. توتر العلاقات ما بينها وبين المملكة العربية السعودية بسبب ملفين، الملف اليمني والملف النووي الإيراني، رغم أنه بايدن أعطى الملك سلمان حفظه الله وعود بأن إيران لن تمتلك السلاح النووي وعد، ولكن طبعا المملكة العربية السعودية يعني تود يعني أشياء ملموسة وواضحة، ولا تود هي لا تود يعني نعم. أن تكون إيران إلا دولة طبيعية، دولة جارة، وكما في يعني تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمجلة أتلانتيك، وقال بأن إيران دولة جارة لنا، ونتمنى أن تعود إلى يعني وضعها الطبيعي وتتوقف عن التدخل في الدول العربية المجاورة، العراق، لبنان، سوريا، اليمن، وننضم ونندمج سويا في رؤية اقتصادية مشتركة ننمي المنطقة ونتحول إلى منطقة متقدمة على غرار أوروبا. أشكرك جزيلا الأكاديمي والباحث السياسي السعودي عبد الحفيظ المحبوب، كنت معنا.